الله يسهلك عاتب. امين. الله يسهلك التيسير. واش بان لك تدرك في السلعه؟ زين السلعه زينه الله يسهل عليك. الحبوب راه من وراه انتيردي. لا لا داكشي شي زيطي ولا شي حاجه ديالي. داكشي اللي جاب لي ذاك العام الاول ما جابش لي ما جابش لي بحال هادشي. جبت لك المليح. جبت لي المليح. والله يسهل عليك. ها الشيء اللي تساني هو واحد اخر. واي عرفت ولا قال واحد اخر قال لك ما جابش لي المليح ولكن انا نطلب الله ييسر لي. الله يحفظك اخويا. تحياتي لك وولدك تا هو راه مهلي فيك. الله يسهل عليك. الله يجيب التيسير. العربي معقول. ها؟ رباك معقول. معقول وانا ما فيا معقولش. وانت مع المرة صارفنا. السلام عليكم اخوان حياكم الله انا ما كنتهم. داخل الوطن وخارج الوطن تحيه كبيره خاصه من قناه ولد العرب ستار ديستريغنين الاخوان تبارك الله. اليوم الخوت عندنا 32 راس تبارك الله المتتبع ديالنا خويا عثمان من اقليم الشماعيه بتاريخ ديال التصوير الاخوان 22/9/2024 وتحيه الخوت الحباب في المكان الاخوان وراه ديما الجديد وديما السلعه مليحه واخا كنتعطل شويه الاخوان ولكن راه كنجيب معايا المليح كنجيب معايا الزين نجيب مليح نجيب الزين سلعه مليحه سلعه كاليتي العشاقه كاين العشاقه وكاين الخوص اللي كيعشقوا المليح تبارك الله والجوده وديما النقاء وديما السلعه اللي داويه على راسها تبارك الله السلعه اللي داويه على راسها الاخوان هذه السلعه اللي درت فيها قولوا اخوان سيمانه من الحد حتى للحد مقدر من الحد 13 خروف راه كاين المتتبعين ديالنا كيتبعونا وتقدينا من العطاويه 13 خروف ومن الاربعه الفقيه بن صالح اربعه هي 32 راس الاخوان وهاد الغنم الخوت فيها المشتا من 64 حتى 74 من 64 74 وباش طاحت عليه السلعه الاخوان طايحه الخوت ب 67 و600 3368 درهم و80 درهم الاخوان 3380 درهم 3380 درهم هذا الشيء اللي كان ودر خوت ولكن البلار نعطيك المليح نعطيك الزين نعطيك السلعه اصيليه. علينا السي عثمان. ها؟ قعدتي في السيمانه وبحال هذه كون دخلنا لحد ديال المنابه دروك شحال نبيعوها؟ هذه 74 هذه الاخوه راني دابا الاخوه راني جيت للمنابه ودخلت ودخلت مع الواشي السلعه وبعناها وهذه الاخوان والله كون دخلتها تنبيعها ب 72 ولكن هذا الشيء ديال مولاه رزق مولاه فهمت الاخوان انا حبيت نشارك معكم راه مشارجيه مع جوج ديال الليله السلعه هذه. والله اللي مع جوج ديال الدلي ونبيعها ب 72 كاع بحال هكا ايوا هادشي اللي عطى الله راه كنشاطروا في المشرى الحمد لله انا نشروها لي في نهار ولا يومين راه طيح لنا ب 72 الرشه ما دايره 400 اه كنبغي نشروها في يومين راه طيح لنا ب 72 هذا 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 بادر بشحال ديتو انا وعزين مسكين هاو هذا ما عقب تخرج 68000 ومسكين ما كان معايا حتى حاجه قال لي عثمان بغيتي يديك قلت لي بغيتو قال لي الله يربحك عزين وتحيات لك اخويا عزين انت راك تعشق المليح لا وي وحراه فريد حريفي انت راك تعشق المليح اخويا عزين وما عندي ما نسارك ها قاعد الغنم جي لا تجي قاعد الغنم جي لا تجي وتحيات للخوت والحباب في المكان والاخوان راني كنبرع الناس راني كنشري الزين كنشري السلعه الاصيليه سلعه مليحه راني دابا حاليا راني خوت راني كاين في حد المنابه راه دخلت مع الوالد السلعه وبعناها وهذه ان شاء الله راه حبيت نشاركها معكم باش غنصيفط لمولاها والله يسخر امور الخوت تبارك الله السلعه اللي اصيليه وسلعه زينه الخوت تبارك الله راه قال لك عشاق الزين في اي حاجه الله يحفظ خويا زين الله يكرمك حبس حبس تبارك الله راه قال لك عشاق الزين في اي حاجه الاخوان الزين اللي دخلتي عنده بحال الغلمه ديال الاخوان ودخل عند الكوري ديالك راه ما تخليكش تفشل القهوه ولا كانت عندك شي غلمه عيانه راه القهوه راه تمشي ليها فهمتوني هادشي اللي كنبغي نوصل للناس واحد الفكره زوينه هادشي اللي كاين هو هذا الاخوان تحيات للخوت الحباب في المكان واللي كيهمو الامر الف مرحبا به واللي بغى الزين راه ما تخممش للزين راه شوف شوف اخويا راه الزين عشاق الزين في اي حاجه راه ما كانش عندك مرا زينه راه ما تخرجش الدار حتى جوج حتى ثلاثه الصباح وكانت عندك مرا زينه راه يوض المغرب وتمي جاي تمي جاي دندني وكتحك في راسك هادشي اللي كنبغي نوصل للناس انايا راه بحال الغلم بحال المراه انا كانت عندك غلم زينه راه ما تخرجش من الكوري وتعشقها وتهلا فيها كانت عندك غلم عيانه والله كرهان في القهوه ومخليها كاع ما مديها فيها مراه زينه راه تدخل بكري مع المغرب عندك مراه عيانه راه والله ما دخلت ربعة الصباح دخل الحق وتنعس حيت طلق 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 والله العظيم الله يدير لك شي ولدي الخير هادشي اللي كاين هو الاخوان حنا راه ناشطين ضاحكين مع الحباب وكنبغي نوسطوا شي معلومه تكون مضبوطه في الوقت والحبوب انتيردي الزيطي انتيردي شي حاجه الاخوان كلشي انتيردي ما نشريش العيب وعلاش درت في هاد الاخوان سيمانه ديال المشرى كنتخير للسيد راه الرشه ما دايره 400
كون بغينا ندير نشر الشامه ب 400 ونلحقوا نلحقوا نبداو نرشموا في الغنم بحال الهبل نلحقوا نبداو نشر الشام بالغنم. ولكن الخروف كنسيسو كنعرفوا كي داير. شوف القرن الاخوان ضرب لي على القر ضرب لي على الموسخه ضرب لي على الزين. هذا الشيء اللي كاين. كنبغي نوصل الناس على الفكره معلومه زوينه مضبوطه. ها الاخوان هذا ديال البروج. وتحياتي لخويا مصطفى من سادله هو اللي باع لي السلعه هذه. تبارك الله. زيد زيد تبرع لي المشاهدين. والله الا برع لي المشاهدين. زيد 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 راه هذا راه عطاونا فيه ربح 4000 واش نبيعوه 20 مشري ب 66. هذا هو الاخوان هذا مشري مع خويا هشام راه المنابه مشري ب 66 وعطوني فيه في الجمعه 200 درهم. ولكن ما نبيعوش ديال مولاه رزق مولاه. ما نبغيش نغادروا وما نبغيش ندير مع الديفو ولا الزيكزاك ولا شي حاجه الاخوان. تبارك الله راه هادشي هو هذا الاخوان. اياكم الله تبارك الله. سالي داوي على راس الاخوان تبارك الله تبارك الله. راه نعشقوا الزين ونتغداو الزين. وهي الاخوان راه مديوره فيها الاخوان فيها اربعه الصوار فيها حد البروج وفيها العطاويه وفيها الفقي بن صالح وجوج الاخوان من الجمعه تبارك الله. ها انا الاخوان علاش كنقول لك شري المليح ونعس حداه. واشري المليح ونعس حداه صاحبي راه هذا هو. وخا تزاد عليك 150 درهم في المليح وما تغركش اخويا. ها انا الاخوان تبارك الله. السلعه اللي داويه على راسها الزين ها المليح ها الكاليتي. سير اخويا سير شارجي وشارجي في السلعه المولاه بلا ما نكثروا هضر نكثروا كلام. هذا الشيء اللي كاين هو هذا راه السلعه داويه على راسها. سير سفيان سير خليت فيتي بخال مشيت منيت سير وعر سير اللهم يسر. ها انا الاخوان وتحياتي لكم. وقولوا لي اي واحد يكتب لي كومونتير زين واش الغنم داوي على راسه ولا لا. الغنم الاخوان راه طايحه بثمن زوين راه ماشي تسمع 67 و 600 وتسد الباب لا 67 و 600 وشاري المليح للسيد. هاني مقارنه مع السوق كدير 72 74 في السوق. هذا الشيء اللي كاين هو هذا. اي واحد يكتب لي كومونتير كيدير الغنم كواك والله الا داير فيها خمس ايام ديال المشرى هادي وعازره بالعشقان. الخروف كنسيسو بعدا هو الاول عا نتغدى ماشي الحق شاري رشامه ب 400 ولحق من رشام في الغلم. تا الخروف ما قلبتيه تلحقو ترشمو في الغلم كواك دايز تلحقو ترشمو في الغلم. لا خلي هذاك قال لي فين غادي بيا خويا فين غادي بيا. زيد 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 فين غادي بيا المعلم. هاني انا المعلم فين غادي بيا. غادي بيك عاد الزين غادي بيك عاد المليح. عثمان هذه الرساله كنرسلوها للجمهور. حنا ما كندوي على حتى واحد كندوي على روسي كندوي على داوي على راسي على راسنا حنا الله يسهل على اي واحد. كندوي في المنطقه ديال البيع والشراء. حنا راه خدامين الحمد لله راني خدام في السوق وخدام مع الناس اللي كيبغي المليح. مرحبا وهاني عندك عم الحاج هاني عندك ان شاء الله وغنبرعك غنبرعك وكنعطي الناس السلعه اللي دخل عندك الكليان ماشي يمسح رجله في الارض ويزيد خاصو يشري الحولي. شوف اش دا هانا المعلم شوف اش بغى يدي شوف اش بغى يدي. وتحيات للخوت الحباب في مكانو امولاه كيصوني كاع دروك وما جاوبناش نكملوا معاكم التصوير. هذا الشيء اللي كاين هو هذا ضرب لي على الفرق وضرب لي على الساس ديال الحولي تبارك الله. باقي الجادي الحمد لله باقي غيكون الجادي تبارك الله. وتحياتي للحاج هاني معاك المعلم هاني معاك ان شاء الله وغنبرعك نشري لك السلعه اللي داوي على راسك تبارك الله. اللهم يسر الامور. سير سير طريتك الصغير الصغير فين هو الصغير الصغير ضرب لي الصغير الرجال الصغير لهنا. ها انتم الاخوان ها علاش كنقول لك واخا تزاد 150 درهم من تبغي تبيع في العيد عز ما علفتي وعز ما وكلتي ودخل عندك الكليان وتبيع لي براسك مرفوع فهمتيني تبيع براسك مرفوع. هذا الشيء اللي كان هو هذا. وتحياتي للخوت صندوق وراس وتوب وكل شيء خروف. لا ما كان عندهم مزدهر ما يديرش عمره ما يديرش خروف مليح. السلام عليكم. واخا ياكل لي ياكل يبقى ديما مجعوب. وشوف القرن شوف القرن كبير والتسريحه راني عازل الغنم بالعشق انا ما كنلحقش نشري الغنم والمشرق بالتبات السيد كيوصلك بحال موصل الاخ ديالو نهار الحد شهر 13 هذا منها. وكنعزل بشويه بشويه كنعزل السلعه المواليه اللي تكون داويه على راس الاخوان تبارك الله. راه ما كنزربش في المشرق ما كتهمنيش انا خاصني اربع ايام ولا خمس ايام نرسل 100 ولا 200 لا على عام اخر باش السيد يعاود يجي عندي يعاود يعاود ثاني يعاود يتقدم لعندي. هاني زيد زيد والله ما عاد الموسكا ها. زيد 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 هانا الاخوان تبارك الله هاك 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 اويلي اويلي الحق وشري المليح الحق وصيفط المليح الحق وشري قرن زين وشري الموسكا وشري الرجلين وكل طردقين. سير خليها خليها تسرع خليها تسرع تبارك الله. كوك المعلم راه ماشي الحق ماشي الحق وشري غلم والله ماشي الحق وشري غلم. وتحياتي الناس اللي كتخدم بالمعقول. حنا راه كنبكوا المشاهدين عاد برا ما كندوي على حتى واحد. نعم حنا راه ناسين بنادم ناسينو
لكن هو على رؤوس دوك ندوي على المشاهدين مش عارف شي ما يشري. عرف ما يشري فكره، هذه فكره للمشاهد. مشاهد ما يشريش واحد اخر، الله يسهل على اي واحد. هاكاك فكره للمشاهد. هانتوما الاخوان وبقاو معايا تنوصل عند السيد بالضبط باش نحط ليه السلعه ديالو وغتعرفونا فين حطيتها. وتحيات الخوت الحباب. شاري رجلي رجلينا ربي يضرب لي على الكسب، اضرب لي على الكسب المعلم، واضرب لي على الزين والحبوب منوع. وما بعد يردي تلاقى في المليح بقى القنب في الخروف، بقى القنب في الخروف حيد تبارك الله. وسيمانة وهي تاكل وتشرب، والله ما حاسب عليه لا ماكله لا شراب، والله ما حاسب عليه لا ماكله لا شراب. هذه لا زد عليه ما يسمحش ليا امام الله. تحط الحولي، تحط الحولي الارض، شوف لي الحولي، تحط الحولي الارض. انت صاحبي خريف. سر عينك تبارك الله. سير السعيد سير دور سرجي 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 سرجي، والله يدير شي تاويل ديال الخير. هذا الشيء اللي كاين هو هذا. اشري المليح المتتبع، اشري المليح المتتبع. لا ساعة أخرى واخا كاين الثمن شري المليح. حل عينك وقال لك حل عينك تعشى، شري المليح. حتى صحابي الحقوا حوش حيش وريش. صافي تقول لهم راني شريت الغنم، هو الغنم إلا كانت عندك زينة وتدخل عندها والله ما تسخى تخرج، ما تسخاش تخرج. كانت عندك غنم عيانة بليميتها دير قهوة رجل في رجل رجل فوق في القهوة وتقول لهم غشموني شراو لي غنم عيانة. وراه حتى نهار الأول ما شريتيش المليح، أنت من نهار الأول ما وصيتيش نشري لك المليح. خاصك توصي نشري لك المليح، خاصك توصي نشري لك القر، نشري لك الثوب يقلب لك على العيد. ماشي يلحق يلحق خروف يلحق ويشري يقول لك هذا خروف. راه عرفناه خروف ولكن راه القر ما عندوش موسكا. العرا مليحة. راه دوك الجوج راه هذاك وهذاك الغلاط راه هذاك وهذاك. زيد 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 زيد. ها غنم غنم دير 4000 درهم. ها ها انتم حبس السعيد شد شد خرفان من راس. ها غنم دير 4000 درهم الخوت. ها هي ها ولكن باش طايحه كنقول مولاه ورزق الله. ها خرفان 4000 درهم. ها شاو 80000 الواحد، ولكن باش طاحت لك الغنم كنقول مولاه 67 و600 ريال 3380 درهم. ولكن راني مخير في المليح. المليح في الثمن عثمان، المليح بقى حقه. ويترخص العاد العظام راه في مرخ. عطى الله الرخا. لا واجب عليك 75. زوم لي على القرن، زوم لي على القرن. هات اخويا زوم لي على القرن. سرانك سلعه كبيره. انا بعدا حاجه وحده، اللي بغى المليح مرحبا، اللي بغى شي حاجه اخرى يقلب على راسه. شرجي حيد ما فيا ما بقى يدوي. صافي انا عييت، عييت ما بقى نبه في الناس وما نقول لهم شروا لي مليح. عييت والله الا عييت. صافي شرجي السعيد صافي حيد عليا شرجي شرجي شرجي. صافي انايا ما بقاش والله العظيم. اللي بغى المليح مرحبا، هاني الوقت راه غنوجدوا حل 115 ان شاء الله في هذه السيمانه للحاج. ثاني غنقرقع مع الناس. اشري المليح وشري الزين وتقعد، ما تهمكش 150 درهم، ما تهمكش 150 درهم تزاد عليك في المليح. ساعه اخرى انت راه غتزادك واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم في الحولي. الله شرجيك طال الله يدير الخير. وبقوا معايا الاخوان تنوصلوا الشماعيه. وتحياتي لكم الاخوان اعانكم الله. سرع عين السلعه سرع عين. تحياتي للناس الشماعيه وتحياتي للناس حمر كاملين واحد واحد. تحياتي لكم ورحنا ضياف عندكم اليوم. واخا كنا كنجيو واحد العام بقينا جينا السوق. تحياتي لكم الخوت وتبارك الله والله ييسر الامور. حنا كندوزو في المنطقه ديال البيع والشراء الاخوان، وهادشي راه الحقيقه في الدقيقه ما فيش اللعب ديال الخوت. فهمتونا الاخوان، داكشي موثق ومضبوط ونوصلو عند السيد ما كاينش المزاح. والله ييسر الامور، اللي دار شي حاجه الخوت الله يسهل عليه. وتحياتي لكم والله ييسر امور جميع الناس. بارك الله. تحياتي لكم الاخوان وتحياتي للناس السمعيه وتحياتي للناس حمر واحد واحد. واللي خاصتو شي سلعه الف مرحبا. عن الاخوان راه كنعطيك واحد الفكره مضبوطه على الخروف كيفاش، فهمتيني، باش تاخذ معلومه مضبوطه في راسك وتعرف شنو كدير في الخدمه ديالك. راه ماشي الحق وشري خروف ولا الحق وشري حوليه. وتحياتي للناس والحباب اللي خدامين مع الناس بالمعقول. اعانكم الله الخوت تنوصلوا على السيد ونكملوا الفيديو الخوت. تحياتي لكم. الله يسر خوت الامور. حنا وصلنا على المتتبع ديالنا باش تعرفوا الحقيقه في الدقيقه. هادشي راه ما فيش لعب. وتحيه للحاج اللي باغي 100 خروف ان شاء الله. انا يعني معاك ان شاء الله من نهار اثنين نكمل لك سلعتك ان شاء الله. والله ييسر الامور. تحياتي لكم الخوت اعانكم الله. هاي بدر قاعده قاعده تجي لهجه بدر قاعده تجي لهجه تبارك الله باش تعرفوا الشيء راه مضبوط الخوت وبالوقت والله يدير الشاول ديال الخير والله ييسر لي. حنا نطلبوا الله السلامه وتيسير جميع الناس. هادشي اللي كاين هو هذا. وراه ما بغاش يبان قال لك اودي على حساب جي ناس قال لي خلي الله ييسر. هادشي اللي كاين هو هذا.
وتحياتي لكم الخوت. امين. واش بان لك تدرك في هذه السلعه؟ السلعه زينه الله يسهل عليك. الحبوب راه منوع راه انتيردي. لا لا داكشي شي زيطي ولا شي حاجه ديالي. داكشي اللي جاب لي هذاك العام الاول ما جابش لي ما جابش لي بحال هادشي. جبت لك المليح. جبت لي المليح. والله يسهل عليك. هادشي اللي تسالني واحد. واحد اخر. وهي عرفت ولا قال واحد اخر قال لك ما جابش لي المليح ولكن انا نطلب الله ييسر لي. الله يحفظك اخويا. تحياتي لك وولدك تا هو راه مهلي فيك. الله يجيب التيسير. العربي معقول. نعم. رباك معقول. معقول وانا ما فيا معقول. وانت ما مرة صارفنا. وان شاء الله غيكون على خير ان شاء الله. يلا الله ما ييسر لك خويا. تحياتي لكم الخوت واعانكم الله. فرجه ممتعه.